إن لله وإن إليه راجعون. المؤمن لما بتجيله مصيبة ما ينفعش يقول اشمعنى أنا وليه حصل لنا كده، يقول الحمد لله اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا عنها. أنا بوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية كلامي وبسأل سؤال، أنا عملت إيه؟ أنا عملت إيه؟ 10 سنين إزاي؟ يعني إزاي 10 سنين مشدد؟ ليه؟ أولا يا جماعة أنا لما جيت لقت من 10 شهور اللي أنا اتحبستهم ما فتحتش بقي وما اتكلمتش وما قلتش اتظلمت وما قلتش أنا تعبت وما قلتش حصل لي أي حاجة، ما فتحتش بقي، حمدت ربنا قلت 10 شهور طلع عيني فيهم وطلع روحي واتقهرت على أهلي، بس الحمد لله أنا في الأخير فوزتهم. أنا شفت الشارع، أنا شفت الدنيا، أنا هرجع لبيتي وهرجع لأهلي وهرجع لجماعتي تاني. عايزين تحبسوني ليه؟ عشان الناس تكون فاهمة، والأهم من الناس تكون فاهمة الرئيس يكون فاهم إيه اللي حصل مع حنين حسام من أول يوم 18/4 لحد اليوم اللي احنا فيه دلوقتي. أولا أنا يوم 18/4 ما كانش طلعلي أصلا أمر ضبط وإحضار، ما كانش طلعلي، أنا قاعدة في بيتي بقيت بيخبطوا على بيتي تعالي إيه ده استجواب، 5 دقايق في مكتب النائب العام حاضر، خدت موبايلي، موبايلات أهلي خدوها كمان ونزلت ومش في نيتي حاجة، ونزلت عادي جدا، موبايلاتي ولابتوباتي وكل حاجة ونزلت اقف في مكتب النائب العام مش عارفه اني غلطانه. انا مش فاهمه حاجه، طب غلطانه في ايه يا فندم؟ انت غلطانه في الستوري اللي انت عملتيه. قلت له يا فندم ستوري ايه؟ ستوري انا ما كنتش فاهمه اللي انت عامله فيه اعلان، يجي بقى للاعلان، يجي للاعلان. اولا يا جماعه انا عملت اعلان لابلكيشن لايكي مش لحاجه حرام، الناس كلها بتنزله كل يوم، انتوا بتنزلوه وكل يوم انفلونسرز بيطلعوا يعلنوا على ابلكيشن لايكي او ابلكيشنات تانية نفس القصة، حمل الابلكيشن ارفع الشاشة لفوق اصلي طالع لايف، مش لازم اقولك حمله صريح او اقولك ارفع الشاشة لفوق هتلاقيني في لايف، اللايف اللي انا كنت بعلن عنه مفيهوش حاجة غلط، بدليل المديرين الصينيين اتكفلوا في اول 4 ايام وانا قعدت 10 شهور. طب يا ناس الابلكيشن ده غلط، سايبينه بيتعمل له داونلود في مصر ليه بلاش؟ سايبين مقر الشركة حتى الان والناس بتشتغل ليه؟ قربتوا المديرين وخدتوني انا ليه؟ عشان خاطر ايه؟ ليه اللي افترقوا التنسيق ده؟ يعني ايه بتهاجم في الناس؟ يعني ايه واحدة عندها 19 سنة تقولها بتتكلم في الناس؟ تجرت في مين؟ تجرت في مين؟ أنا معرفش الكلمة دي أصلا، كبيرة أوي الكلمة دي، كبيرة أوي. تجرت في مين؟ وإزاي؟ أنا عمري ما أذيت حد، عمري ما أذيت حد، عمري، عشان تيجي توجه له مصيبة زي دي ليه؟ طاري شخصي بيني وبين مين في الدولة عشان يحصل معايا الكلام ده؟ عشان ايه 10 سنين كنت لابسه الطرحه ولابسه ضيق اخد 10 سنين؟ ليه بس تبكيني؟ قسيتي رأي العام في حاجه؟ قسيتي عينيك في حاجه؟ ضرتك في حاجه؟ مستقبل وحياه واسره بتتدمر ليه؟ عشان خاطر ايه ده كله؟ عشان خاطر انا عملت ايه؟ على اساس ان الفيديو بيصلوا على السجاد؟ على اساس ان مفيش اي حاجه غلط؟ انا عايزه اقول للناس حاجه، انا ما غلطتش وهتحاسب، لا انا ما غلطتش اصلا، ما غلطتش اي حاجه، ما غلطتش والله العظيم، لو غلطت ما هقول حاجه ولا هفتح بقي، انا ما غلطتش. في تعصب غريب، تعصب غريب يعني ايه؟ يعني ايه؟ اول التهمه خالص كانت تحريض على الفسق، المحاميه بتاعتي اللي هي خالتي كانت ماسكه القضيه في الاول قالت وطالب بتغيير القيد والوصف، احنا لا عندنا تحريض على الفسق وعارفين مربين بنتنا ازاي، ولا في ايماء ولا في ايحاء ولا في لفظ خارج
عشان يبقى تحريض على الفسق. غيروها للجرف البشر. ساعتها انا بصيت كده، يعني ايه يا خالته؟ يعني ايه جرف البشر؟ يعني ايه؟ قالت لي يعني من جنح لجناية. نفهم بقى التفاصيل. من جنح لجناية. اولا يا جماعة، ان الجرف البشر ده معناه ان انا جبت بنات تحت السن القانوني، وانا اصلا كنت تحت السن القانوني. جبت البنات دول سفرتهم بره، جبت البنات دول تجرت فيهم، جبت البنات دول وديتهم لافعال منافية للاداب، جبت البنات دول خدت اعضاء. وانا خدت ايه؟ انا اخدت ايه من مين؟ 10 شهور مفيش حد طلع في تلفزيون ولا في ايميل اداي بدني عليا، جايبين لي رموز وبتقولي لي دول متضررين. ما كنتش قدام المحكمة ليه؟ هم مين اصلا؟ مفيش حد متضرر مني والله، مفيش. ودي الفيديو اهو، اللي متضرر مني يقول انا تضررت من حنين في الشيء الفلاني، يطلع يقول وانا راضيه. لكن انا ما ضررتش حد. انا عامله اعلان لابلكيشن بتكلم بقمه الاحترام، بقول مش عايزه لفظ خارج، مش عايزه تدخين، مش عايزه لبس خارج. ازاي تبقى دعوه مستدره عن الفسق وانا نافيه الكلام؟ استدرت ايه؟ جبت الشات بتاعي، ما لقيتش اي حاجه، لان اصلا مش انا اللي كنت ماسكه الجروب. انا عملت اعلان خدت فلوس. خدت فلوس. كانوا كام؟ كانوا 300 دولار. اعلان مش اي غزبه عملته، زي ما كل الانفلونسرز بيعملوا اعلانات بيعملوها لله. عملت الاعلان وعدى شهر يطلع مذيع في فتره كورونا، هو اللي يركب الترند ويركب الكورونا مش انا. انا عملت ستوري من شهر وما قلتش اي حاجه، غير لو انت ما عندكش فرصه عمل وكان سكريبت من الشركه تقدر تشتغل في بيتك بكل احترام وبادب، وتفتح لايفات اللي الناس بتشتغل فيها، اللي المشاهير بتشتغل فيها، اللي فئات كتيره جدا من الممثلين والمغنيين بيشتغلوا فيها. ما عملتش اعلان لابلكيشن وحش يوميا بيطلعوا بيقولوا عشان تكسب فلوس. ما اعرفش اشترك في ابلكيشن ايه، حمل ايه. طب اشمعنى انا؟ اشمعنى؟ يعني انا هطلع عيني وحياتي وروحي وتغلطني وتطلعني وحش وغير عايش ليه؟ هتربي لي حقد من الناس ليه؟ تربي لي غل ليه؟ وفي الاخر ده غلط. طب غلط في ايه؟ مفيش اي حاجه. انزلي يا حنين قدام قاضي واتنين وتلاته تجديدات جنايات اتجار في البشر، انزلي احكي القصه والفيديو محل الاتهام اللي هو الستوري. كل القضايا كفلوني خلاص. النيابه شافت ان انا هطلع، اخدت كفالات هتطلع تمام. خد بقى القضيه دي حلها لي على ايه؟ على اقتصاديه جنح. طب الله، مش هي جنايه؟ لا، ما انا عامل شق جنحه، شق جنايه وشق جنحه. وانت فاكره انك تخرجي كده عادي بالسهل؟ انزل في الجنح. القاضي مش عايز يسمع، مش عايز ولا انا ولا اي حد معايا. طب اسمعني، لا انتوا متهمين بتفتيت كامل المجتمع. سؤال او لا؟ كله قال لا. تاني جلسه سنتين و300 الف جنيه غرامه. ساعتها انا بتساعدها، ومن قبلها وانا بعاني من الافتراء وبعاني من التلفيق وبعاني اني اتقال على لسان ابويا وهو ما قالش، وبقيت عاني اني اتقال على المحامي بتاعي وهو ما قالش، واني قلت وانا ما قلتش. انا ساعتها ولا قلت انا مظلومه ولا قلت حاجه، انا جت عليا بالسكات، قلت برضو انا لله وانا اليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل، وما اتكلمتش وسكت ورحت قعدت في السجن اكتر من اسبوعين ما بتكلمش، فقد النطق وما بتكلمش. واموت عشان اشوف امي مش اكتر. وبعد كده من اول ما اتحبست، حتى مش بعد كده، ده قبل كده، وفجأة ان انا قاعدة مع السياسة، ممنوع الجنيه يكلمني، ممنوع يقولي صباح الخير. اللي كان بيقولي صباح الخير ده حاجة اسمها بيتشرط. طب ليه؟ يعني انا سياسي موديني الجرح والجنايات ازاي لما انا سياسي؟ ازاي يا ربي؟ طب انا عملت ايه؟ يا ربي ذنبي كبير ومكفره، لعلي كنت كفير ذنوب عملت ربنا مسكت وكان امني في ربنا وفي الاستئناف. يا ربنا كرمني في الاستئناف ونزلت قدام القاضي
واداني براءه، واداني براءه كامله عملت ربنا. قلت له الحمد لله اطلع لامي. اجي بعد كده تاني يوم، تاني يوم يا سياده الرئيس، يوم 12 واحد خدت براءه، يوم 13 واحد انا نازله جلسه. يعني ايه نازله جلسه ازاي؟ انا خدت براءه، جت مأموريه اخدتني من السجن، ودتني الاول العباسيه عشان يبان ان انا رايحه العباسيه. من العباسيه على مكتب النائب العام تجمع. انا رايحه اعمل ايه؟ انا خدت براءه. طب ده مش تحقيق فتح معايا؟ وللعلم انا التحقيقات قفلت معايا في شهر 4، 9 ايام دول هم كانوا تحقيقاتي. من يوم 20 او 21 بالظبط ليوم 30/4/2020 انا انتهت تحقيقات. معايا 9 ايام، مش معايا اكتر من كده. وما ظهرليش دليل عشان اروح اقتصاديه، ولا ظهر لي دليل عشان اخد 10 سنين، ولا ظهر لي اي حاجه. اروح من النائب العام يوم 13/1/2021 يقول لي انتوا قلتوا لي المكتب ده مفيش براءه لحليم حسام، انت مش هتهيجي لي البلد مرتين. وقعت من طولي. طب ليه؟ مش عايز تديني براءه ليه؟ شايفني ما عملتش حاجة. هو الدعوة دي اترفعت من شخص؟ البلاغ اللي راح للنائب العام راح من شخص متضرر؟ طب هو مين؟ ما راحش من شخص متضرر، ده من الدولة، من الدولة ذات نفسها. طب يا سيادة الرئيس بنتك بتموت، والله العظيم أنا بموت، وجمعت شتات نفسي بالعافية عشان اطلع استجد بالرئيس واستجد بالناس. طب ما انا عامل ايه؟